أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم تبدأ المملكة تتأثر بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الأولى وهي الدرجة الأضعف بحسب مقياس طقس العرب لقياس شدة المنخفضات الجوية. الطقس المتوقع هذا اليوم في العاصمة عمان تكون الأجواء متقلبة بين الغائم جزئيا والغالبا غائمة مع فرصة لهطول زخات من الأمطار تتحسن فرصها خلال ساعات ما بعد الظهيرة. 14 درجة مئوية كحرارة عظمى، الملموسة 13، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تكون الأجواء أيضا متقلبة بين الغالبا غائمة والغائمة جزئية مع فرصة لهطول زخات من الأمطار. إربد 17 إلى 10، عجلون 13 إلى 8، جرش 17 إلى 9 والمفرق 17 إلى 7. المنطقة الوسطى أيضا يكون الطقس متقلب بين الغائم جزئيا والغالبا غائم مع فرصة لهطول زخات من الأمطار تتحسن فرصها تدريجيا خلال ساعات ما بعد الظهيرة. الزرقاء 18 إلى 8، البلقاء 15 إلى 10، عمان 14 إلى 8، مادبة 16 إلى 8 والبحمية 22 إلى 13. المنطقة الجنوبية الغربية الكرك طقس غائم جزئي 12 إلى 7، الطفيلة 12 إلى 7 أيضا، الشبك 10 إلى 6، معان 15 إلى 5 والعقبة 20 إلى 12. أخيرا نحو المنطقة الشرقية الأزرق طقس غائم جزئي 19 إلى 8، الصفاوي 18 إلى 5 ورويشد 16 إلى 6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهار سعيد نتمناه للجميع وإلى اللقاء.